مباشرة إلى السؤال الثالث. أنا فتاة عضو في مجموعة في الفيسبوك، أعجب بمدير المجموعة بمقالاتي وبعث لي برسالة وصار يسأل عني وعن أحوالي، فارتحت له وذكرت له مشاكلي فأبدى رغبته في خطبتي وشرط عليها حفظ القرآن، هل هذا العمل جائز أم لا؟ الجواب الحمد لله. أنبه أختنا هذه وغيرها من أخواتنا ومن إخواننا أن هذه الوسائل فيها خير كثير وفي معظم الأحيان فيها شر مستطير، فينبغي أن ننتفع بما فيها من خير وأن نبتعد عما فيها من شر. والمزالق والمخاطر التي يقع فيها المنخرط في هذه الوسائل عظيمة، وقد لا يتفطن لها كثير من الناس، وقد يستدرج مستعملها إلى حيث لا يريد، وقد نبهت في أحد الأجوبة السابقة إلى هذا الأمر. أولا، يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، كما عرضت الواهبة نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها بعض أصحابه، كما يجوز للرجل الصالح للرجل أن يعرض امرأته على الصالح، كما عرض الرجل الصالح امرأته على موسى عليه الصلاة والسلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ولكن هل هذا العرض يتم عبر هذه الوسائل؟ هذا إشكال كبير لا ينبغي أن تقع فيه أخواتنا وبناتنا. هذه البنت حصل هذا وأبدى هذا الرجل، هذا أمر فات يعني حصل ووقع، وعرض عليها هذا الرجل أن يتزوجها، يعني إن علمت منه ذلك فلا بأس، ولكن لا ينبغي أن تلجأ بناتنا وأخواتنا إلى هذه الوسائل فتعرضنا أو فيعرضن أسماءهن ويرغبن في الزواج، وكأنها تعرض نفسها على العالم. في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، يكفيها في محيطها القريب في مدينتها في بلدها وتتزوج إن شاء الله ويأتيها ما كتب لها. المهم أنه إذا كان، ويبدو أن هذا الرجل فيه خير، لأنه اشترط عليها حفظ القرآن، وهذا شرط لا يلزم، قد لا تحفظه إلا في 5 سنين، مع ذلك أنها لا تتزوج فتتعرض للآفات وللفتن ولا تعيف نفسها. إن تمكنت من ذلك فهذا خير، وإن لم تتمكن وتزوجها وبشرط الزواج المعروف وخطبها أو تزوجها بإذن وليها فذلك إن شاء الله لا بأس به، الله أعلم.